هذا ليس فيلم خيال علمي لنهاية العالم، هذه مدينة الموت باخموت من منظور جوي، عرضناها لكم لتستوعبوا جحيمها. روسيا تطلق صواريخ باليستية عابرة للقارات لتخبر العالم أنها هنا، وصواريخها تعبر أقطار العالم. وبينما أوكرانيا تتخلى عن جنودها في باخموت وترفض إعطائهم الأسلحة، روسيا تنعش قواتها بمجموعة كبيرة من الجنود المتطوعين إلى الجبهة. طباخ بوتين يصرح: نواصل تنفيذ المهام القتالية، أكثر من 80% من باخموت تحت سيطرتنا. المدفعية الروسية تضرب، والطيران يضرب، والجيش يتقدم، وما على الجنود الأوكران إلا الهروب، ومن ثم التوجه لما تبقى لهم من الأحياء الغربية. هذه المشاهد تبدو أنها آخر أنفاس الجيش الأوكراني في باخموت. زيلينسكي يختلس ما لا يقل عن 400 مليون دولار خصصتها واشنطن العام الماضي، كما يزعم الصحفي الأمريكي سيمور هيرش. غضب الطبيعة في روسيا يثور من بركان شيفلوت في شبه جزيرة كامتشاتكا. وعودة للجبهة، القوات الخاصة الروسية تسحق الجيش الأوكراني في اتجاه زابوروجيا، وهكذا تبدو المناطق بعد القصف. معركة الشوارع تستمر من المباني بلقطات مميزة، ومن الجو توضيح لكيفية استهداف الجيش الأوكراني باستخدام الطائرات بدون طيار الروسية، ولكن الرد الأوكراني جاء سريعا بواسطة إحدى طائراتهم. ويبدو أن الجيش الأوكراني بدأ يستخدم الطائرات الفدائية لاستهداف الجنود الروسيين، ويقصف من الأرض مواقعهم، وما من شيء شيق بالنسبة للجيش الأوكراني مثل استهداف الجنود الروسيين من الجو وإلقاء القنابل عليهم. طائرات الأنست الروسية تدمر أنظمة الدفاع الجوي بوك التابعة للجيش الأوكراني في أفديفكا، كما دمرت مدافع ذاتية الدفع من نوع كراب البولندية. وهنا يظهر العمل القتالي لأطقم الجراد الروسية لتدمير الأشياء والمواقع المموهة للقوات المسلحة الأوكرانية في مختلف اتجاهات الجبهة. وهكذا يتمركز القناصون الروس تمويها لأداء مهامهم عودة لباخموت، فهكذا دمارها من ساحات القتال، وهكذا جحيمها من الجو بلقطات أخرى. وإلى خيرسون، حيث استهدف الجيش الروسي مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية. وفي أفديفكا أسقط الجيش الروسي مروحية أوكرانية من طراز ميل مي 8. وهنا لقطات من العمل القتالي لأطقم طائرات الهيلوكوبتر التابعة لقوات الفضاء الروسية. ومن الأرض، هكذا تستهدف بطاريات الهاوتزر الروسية الآليات الأوكرانية في زاباروجيا. قوات السكك الحديدية الروسية تكشف عن قطارها المدرع الذي يحمي المنطقة العسكرية الشمالية. مواطن من أرتيوموفسك تحدث أن الجيش الأوكراني كان يستخدم مركبات الصليب الأحمر لنقل الأسلحة. تم إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية كبيرة بمساعدة حقيبة ظهر مضادة للطائرات بدون طيار. قال ألكسندر سافشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات المركزية إنه في اتجاه كراسنولمانسكي. صدت القوات المسلحة الروسية محاولة هجوم من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في ثلاثة اتجاهات. بينما قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية أن قرابة 400 جندي أوكراني لقوا حتفهم في مختلف اتجاهات الجبهة خلال 24 ساعة ماضية. مدفعية قوات آي كي الروسية عملت على أهداف للجيش الأوكراني في منطقة سيفرسيت. أما جنود فيلق جيش دونيتسك الأول وباستخدام طائرة درون مزودة بكاميرا تصوير حرارية استهدفوا تركيزا للقوى العاملة الأوكرانية. الجيش الروسي استهدف بصاروخ ذو انفجار عال مواقع للجيش الأوكراني في سفاستوفو، كما عمل القناصون بتوجيه مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. وفي دونيتسك تخلص الجنود الروس من عش المدفع الرشاش للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان يدك تجمعات الجنود الروسيين. أحرقت القوات الخاصة رتلا من دبابات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أغليدار بضربة دقيقة من قبل الكورنيت. لواء المدفعية المنفصل التابع للجيش الأوكراني قام بإخراج دبابتين روسيتين حاولتا مهاجمة المواقع الأوكرانية بالقرب من ليمان، كما قامت باستهداف المدافع ذاتية الحركة الروسية بالقرب من باخموت. زيلينسكي يقول: لن ننسى أي شيء ونسامح القتلة، ستكون المسؤولية القانونية
عن كل شيء، إن هزيمة الإرهاب ضرورية. ليرد بوتين: روسيا سترد بشكل جدير على كل التحديات التي تواجه البلاد. شرطة نيويورك تطلق روبوت للقيام بدوريات في مترو الأنفاق وتعقب المجرمين. ووزارة الدفاع التايوانية تقول إن 15 مقاتلة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان اليوم. أعزائنا المشاهدين، يبدو أن باخموت ستسقط في الأيام المقبلة، ولكن ما هي تحليلاتكم حول الوضع في أوكرانيا؟ وكيف ستكون مستجدات الصين وتايوان؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد على قناة أحداث الكوكب.